بالنسبة للسوق من الستينات السوق قبل أيام حلوة بن عمه مو مثل هسه. هسه الأمور تغيرت هسه السوق صعد جاي شو بعدك على السوق هذا الحركة قليلة ماكو بالسوق رواتب ماكو يا أخروع على العالم جاي بس السوق أصبح على الرواتب أكو رواتب يشتغل السوق ماكو رواتب ما السوق ما يشتغل بالحالة هذه واي إحنا واي شغلتنا هذا عملنا احنا وهذا شغلنا هاي احنا على السناسل احنا على الالات رجعنا على الالات على الفوانيس هاي المكانيس مقدمة الخبيز هاي القاصات ضغطات مال النفور هاي شغلنا احنا مناجيل شفوف والله شفت انا اجي ابوي الله يرحمه اجي نعم اول مره جدي سلمه لابوي ابوي سلمه لنا قبل شانت بينا سوالين هاي تتين ما تتين ذاك الوقت حلو مو مثل هسه ابن عمي قبل العالم عليك يا الله هسه تغيرت العالم ابن عمي مو مثل قبل اكو رحمه اكو صله رحم هسه ما اكو صله رحم بعد يعني مثل ما اقول لك انقطع سبيل معروف ايام حلوه قبل ابن عمي الستينات ايام حلوه مو مثل هسه وقت حلو دنيا حلوه هسه تغيرت ابن عمي كله غالي هسه كله غالي هاي مهنتي يعني هي اكلات شعبيه مثل كبده صدر دجاج لفات فلافل سريعه اي اكله مناسبه مال فقره يعني اللفه تقريبا 500 750 يعني اي واحد يقدر يقتنيها ويحب ياكلها كابتن عيوني كابتن هذا السوق هسه احنا بيه كان قبل يعني غير هذا النظام يعني غير هالترتيب كانت عالم بسيطه حتى المحلات بسيطه ايه وكان حتى النظام حلو يعني طيبه كبار السن موجودين هنا هسه تعرف شلون هسه الوضع اختلف هسه شباب واختلفت الوضعيه الحاله الاقتصاديه كان قبل العالم على البركه على اللاهيه ايه وهو تقريبا السوق تاسس تقريبا بالخمسينات ايه ويعني كانت المهن بسيطه يعني كانت اكثر شيء مقتصر الولايه كلها هنا على هذا السوق هسه انتشر السوق توسعت
الشغله توسعت مو مثل قبل. هسه لان السوق انتشر، سوق بالاطراف، فقلت الحركه البيئة هسه، وحتى الحاله الاقتصاديه انتهت. وخاصه بهاي الفتره لان صعدت الدولار هاي هسه بهاي الفتره، اثر على حاله الاقتصاديه كلش، كلها على المحلات، على اصحاب المهن. شخصيات كبار كانت الدكتور القزويني هنا عيني، وزارات كانت وكبار بالعمر، شاعر الولاية القدامى كوهاي، أمير الزبيدي هنا. يا الله عمي، هذا سوق قديم من زمان، فوق الخمسينات، عرفت؟ مو ياهود يجي يسولف ما يدري بالسوق شكو ماكو. انا مواليد 55 قديم بالسوق، يوميتي عانة كان 34 لعن العانة، وصارت 5 وصارت 10 من وقت الجمهورية، عرفت؟ وهذا مركز الشرطة، هذا بهذا الشارع، هذا الشارع منها مركز الشرطة قديم، مدرسة عبد الكريم قاسم موجودة هاي لحد الآن، دار الصراحة مع عبد الكريم قاسم موجودة لحد الآن. وهذا السوق سواه المرحوم حج هوبي وذياب صالح الكمر سقفه، وحج شعلان سقفوه هذا السوق هنا، عرفت؟ والسوق كان مختلط، مختلط شنو؟ الحلاق، النجار اللي يبيع عطارية، اللي يبيع أقمشة، القصاب، أبو الفواكه، أبو هذا. هذا السوق بكمله هو هذا خاص لهذه الولاية، الولاية ما بها هالقد السوق مثل هذا، لأن هسه بوقت الحاضر كبرت الولاية وصارت، فقبل ماكو حدها شارعين الولاية. هسه من شال كان قيم مقامية الأولية تندلها، كان قيم مقام الأولي الصراي المركز، الصراي القيم مقامية الأولي، ومجلس البلدي هسه كان دائرة حكومية، وشال المركز اللي غالب شارع المركز مع عبد الكريم قاسم هسه محطوطة الصورة به، عرفت؟ هذا السوق قديم، وكان مو هيك، كان قبل ماكو بشر، يعني ناس ريفية، يعني مختلطة العشائر كلها بيها، عرفت عيوني؟ وناس مختلطة ماكو لا قال ولا قلت، قبل حنية وخوية، هسه ما ظلت. السلام عليكم والله وياك. أبي أطول وان؟ لا أبي. ليش هذا؟ والله يا أخي هذا أبو
هذا السوق ما كان هيجي، كان السوق مغطي بواري ذاك الوقت، بواري مو جمالي. فكانت الناس تبيع وتشتري وأمور زينة وعيشة بسيطة. فهسه يعني صار الشغل يعني تقدم بالنسبة للمحلات، الملابس وغيرها، ما كان هيجي ذاك الوقت. فصارت هاي الشغلات من السبعينيات، مال محلات وملابس ويعلق وكذا وهذه. وكانت القهاوي ايام زمان غير شكل، قبل غير شكل القهاوي. الصبح الساعه الاربعه ابو القهوه يفتح، العمال موجوده، ام القمر وابو الخبز والمعامل. يعني كانت ايام بسيطه حلوه يعني، وعيشة بسيطة والناس مرتاحة. هسه غير شكل صارت يا ابن عمي. هذا السوق كان، بعدين سووا هذا السوق، هذا اللي بناه عمي، هذا الجمالي عمي وجدي، كان بواري مشقف أيام زمان. فهذا بنا تقريبا بالستينيات، وكانت أيام بسيطة وعالم عايشة حلوة يعني، وماكو يعني اكو أخلاق ذاك الوقت. وكانت المدينة صغيرة، هسه توسعت، صارت أحياء، حي الأسرة وحي العسكري وحي الزهور. يعني توسعت المدينة، البشر توسع، مو مثل قبل ذاك الوقت يعني. هسه الوقت اختلف، الأحياء اختلفت، المدينة توسعت، فكل إنسان وأخلاقه. بس بالنسبة للخضار وغيرها، الزرع هاي خارج بالعلاوي، بس بالسوق لا، بس ملابس ومطاعم موجودة. قبل ماكو هيجي، ما الملابس معلقة وتخ برأسك وكذا، ماكو هيجي شيء قبل لا. وثاني شيء اكو قانون ذاك الوقت، قانون يعني مالك حتى تطلع متر عن المحل مالك، هسه ما تقدر تفوت بالشارع حقيقة، بالسوق ما تقدر تفوت. فأكو أمور تغيرت هواية يعني. والله يا ابن عمي حسب ما أسمع يعني من الكبار يقولون كانت هاي الصويرة مطوقة بحصران، بحصران، فطلقوا عليها الصويرة يعني من خلال الحصران اللي كانوا مطوقين بها. هاي أسمع من أجدادنا أيام زمان. هسه لا، توسعت، هسه غير شكل صارت، انفتحت الولاية. اي فتحت الولايه، احياء صار بيها هوايه يعني، فتوسعت الولايه حيل، البشر كثر، قبل البشر قليل.
شوف هذا تنلعب السلام عليكم بسم الله. تأسس من سنة 50 السوق، وهذا السوق الموجود يعني كافة الشغلات بي موجودة، من مواد، من شغلات ملابس كذا، من سبح، من مطاعم، من كذا، من هالأمور هاي موجود. كان السوق سابقا أحسن، كان سابقا أحسن بهاي المواد هي المنزلية اللي موجودة، ملابس ما ملابس، شغلات غذائية، مطاعم كذا، من هالباب هذا. والله ذكرياتي كانت قبل أيام خير، تعرف أنت الناس مختلفة، كانت هسه الوضع مو تمام، مو هو إيه، كانت أيام خير يعني أيام، وإحنا ناس هنا تعرف عرب وشغلات كذا، هاي ما شفنا إلا الخير، ما شفنا شيء مو تمام. والله أنا وعيت بالسوق هذا يعني ما صار لفترة يمكن 4 سنوات تقريبا، بس أنا هاي مصلحتي من زمان، مصلحة من زمان هاي، وعيت بالسوق صار 4 سنوات تقريبا، 5 سنوات بس أبو زياد اللي هو الوراك أكثر واعي بالسوق، يعني وعب هذا السوق من طفولته، وعب هذا السوق يعني جو صار له بال50 سنة بالسوق موجود. هذا سوق مسقف، هذا تأسس هو بال50s، بنو عندنا النجارين حسين الله يرحمه حج شعلان، وهو للأهالي مو للدولة، من زمن ال50s، وبقى سوق تراثي، بقى سوق تراثي من يعني من ال50s لهسه، هاي المحلات كلها مال أهالي، بيها أقمشة، وعندنا مقاهي قديمة تراثية، هذا الصورة. هنا عندنا مدرسة الزعيم، مال الزعيم مال عبد الكريم قاسم، بنت هسه حاليا اعداديه مال البنات، بصف الاعداديه عندنا النهر، وعندنا بصف النهر الاماره مال بيت مال الزويد مال معد جاسم مزهر، امير زويد يسكن بصف النهر. الصوره حلوه، نفس الاهالي ما تغيرت الحمد لله والشكر، طيبين. هذا سوق محلات أقمشة وملابس، ونفس الولاية ما تغيرت، هاي المحلات من السبعينات لهسه، وعندنا هسه الحمد لله والشكر عندنا عمار بالصويرة. أولهن احنا خلصنا من شغلة المجاري، الولاية كلها تأسست مجاري وخلصنا، وحاليا منطقة السراي هاي اليم السوق كلها تبلطت، يعني يقول لك ماكو شغل، اكو بداخل الولاية شغل، مو ماكو، اكو، بس عندنا اليم الشاملة شوية تعبانة، ماكو نزلة ما صغيرة، بس هاي تعبانة والله، حاليا المشاريع جاي تشتغل، هاي السراي خلصت، منطقة السراي خلصت تبليط هسه بالعروبة. والله حركة السوق يعني زينة، اكو حركة بالسوق، اكو حركة بالسوق، هاي المحلات يعني. ملابس وفترة الرواتب يعني 4 أيام 5 شوية تصير قوية شوية الحركة، الحمد لله وشكر، عايش العالم بغمان هنا بالصويرة، ما عندنا كل شيء، يعني كلها ولاية وحدة، ما عندنا واحد غريب، واحد يعرف واحد، ماكو
كل شيء مو زين ماكو بيها الحمد لله والشكر. ما تبيع وياه جايز فهم دار لا ما عندي شيء ولا عادي. لا حلو مرتب هالشيء مرتب يروح صار كله بس لا لا عادي يروح يتنظف. من يعني أعرق الأسواق في مدينة الصويرة هذا السوق طبعا بمجموعة من التجار، البعض منهم توفى والبعض لا زال موجود. أنا هنا بالسوق من زمان، من سنة 1997 دخلت للسوق ومحلاتنا هي ملكنا، وجدي هو أحد التجار المعروفين على مستوى الصويرة، وهو الحاج المرحوم الحاج سالم المراد الكريم الربيعي. وبالتالي من جيت هنا كان عندنا مجموعة من الجيران من التجار، قسم توفوا وقسم لا زالوا موجودين، منهم مثلا الحاج ناهي الشيال اللي كان جارنا ومتخصص ببيع الأقمشة، وحاليا امتداده ابن الحاج حاج ناهي الشيال معروف وقام من قامات الصويرة. وعندنا كان جيراننا منا مقابل محلي الحالي الحاج كريم الجاسم الميلاتشي، وحاليا محلاته موجودة. كان كذلك جيراننا هنا الحاج المرحوم عايد خميس العجيلي. وبالتالي يعني هذا السوق سوق عريق، يسموه سوق المسقف، يسموه سوق الكبير، بي بضائع متنوعة، بي منافسة، أسعار جيدة، يعني التعامل بي مع المتبضع تعامل جيد. احنا عندنا تقليد في مدينة الصويرة انه ابن الصويرة او نساء الصويرة خصوصا من يدخل الى السوق من باب يعني التحفظ، عندنا عوائل متحفظة. سوقنا اكثر شيء سوق فلاح، يعتمد على الفلاح، يعني عندنا زبائننا طبعا من النساء ومن الرجال، وبالتالي يعني بضاعتنا هي بضاعة فلاح حقيقة، وتعاملنا يعني مع الطبقة الفلاحية. سوقنا يزدهر إذا الفلاح طبعا كان في وضع اقتصادي جيد. هذا السوق يعتمد اعتماد مباشر على الفلاح. أنا من طرفي أنا فلاح، يعني إذا ما مثل ما تقول إحنا سوقنا حنطة، الدولة إذا ما تمد الفلاح، لأن هو السوق أساساً يعني اعتماده على الفلاح مثل ما تفضل الدكتور. فأنا فلاح، إذا الدولة ما تدعمني ما راح أجي للسوق، وبالتالي السوق راح تقريباً يعني شبه يصير فارغ. وهذه هسه إحنا جايين نشوف قلة إقبال على السوق بجميع أنواع الأسواق، إذا كانت غذائية بسبب غلاء المواد، وإذا كانت تجارية مثلا الأقمشة وهاي كلها غلالة بسبب عدم اهتمام الحكومة بالمواطن، إذا كان من طرف الراتب، إذا كان من طرف الفلاح، وأهم شيء الطبقة الفلاحية. إذا ما ندعم الفلاح ما يزدهر كل شيء، ما يزدهر بالعراق، لأنه الفلاح راح يمد السوق، والسوق راح تزيد القدرة الشرائية والإنتاجية. Thank you.
أنا أشتغل بهذا السوق من سنة 1995 بعد ما رحلنا من بغداد جينا للصويرة. أنا من بيت غزال جينا تبعنا خوالنا جينا للسوق، نقلت غراضي شغلتي من بغداد إلى هنا. بالتسعين كانت الأمور زينة مثل ما يقول، أكو حركة عمل، أكو الأمور تغيرت بعد ما سقط النظام نفسه. بقت الناس صارت شلون احنا نقول فلوس هواي، صار حركة عمل هواي، صار اي بقت هي الناس على التنوع. كل محافظة لها تنوعها الخاص، مثل بغداد انت ما تقدر تجيبها على محافظات الجنوب ولا على الضفة الغربية ولا على الشمال. الناس تتبضع، نجيب حسب الناس تطلبها، مثل الشتوي نجيب له شتوي، مثل اللي تجيب صيفي نجيب له. عندنا تنوع هواي، اكو ناس ترغب مثل الحاجة الزينة، أكو ناس ترغب مثل حاجة الوسط، أكو حاجة أكو حاجات الغالية إحنا ما نقدر نجيب لأن الطبقة مالتنا ما تتحمل مثل طبقة بغداد، مثل أبو الأربعة أبو الستة ما تقدر. أنا نجيب مثل حسب المستوى الطبقة اللي نعيشها هنا. أنا بالصويرة كتسألني على القدامة بالسوق، أنا ما عندي معرفة شو وقت تأسس السوق، ما أقدر أقول لك. تعامل الناس منطقة ريفية، هي صويرة منطقة ريفية، تعاملها نتعامل شلون الأرياف، تعامل جيد، عندهم لحمة، عندهم لقاء، محبة، تواجد، اي هذا اللي نعرفه عن طبيعة هذه الصويرة. عملية طبعا حركة سوق متوسطة تقدر، اي ناس تتبضع، ناس تشتري، ناس حسب كل من وطبيعته، كل من وطبقة مالته. هاي منطقة ريفية، منطقة أكو حركة بيها عمل، مثل احنا نفضلونا مثل مو مثل الكوت، للمنطقة الريفية يصير تبضع بيها هواي أكثر من المحافظة، أكثر من بغداد. كل منطقة الأرياف من تروح لبغداد يجذبوا لها أكثر من المحافظة. ليش؟ لأن الأرياف تسحب تشتري، مو مثل المحافظة، مو مثل الموظف. بقى احنا كسوقنا من يشتغل الفلاح يقدر يشتغل السوق، الموظف ما يقدر يشتري لان الموظف اخذه راتبه محدود، يشتري مثل مجمدة، يشتري سيارة. ابو الارياف لا، عنده زرع يومي مثل مخضر، مثل الفواكه ينزل يشتري، هذا مو شهري، يومي ينزل للعلوي علوي يبيع، حين يجي يتسوق، عنده يتسوق، ما عنده ما يتسوق. فالموظف لا، راتب شهري يجي تذكر بس هاي الطبقة. احنا بيوتنا قريبة على السوق، اعتياد يصير مهنة إنا بالسوق.
والسوق قديم جدا ترى، يعني تقريبا قبل الاربعينات من انا وعيت فتحت عيني على الدنيا هذا السوق موجود، وانا هسه عمري 60 سنه السوق موجود من فتحت عيني لقيته. والسوق بدايته نهايته كانت قبلنا ناس قبلنا، عندنا هسه مصالح تغيرت يعني مطاعم صارت محلات مال بيع، هذا اكو مثلا محلات غيرت مهنتها على السوق يمشي يعني ويا السوق ويا التطور، شلون تقول ماشي الناس ويا الاحد. بالنسبه للشغل عادي، الشغل عادي ماشي الشغل. السوق موجود يعني ما لقيتهم يبنونها، لا موجود، وهاي سنة عمري يعني قبلي بجوز بعشرين ثلاثين سنة ببني. كان عندنا هناك بالبداية سموه السوق العصري أو السوق المخضر، قريبة كانت علوة وشالت ذاك المخضر. عندنا هاي الصفحة منها الصفحة سوق الخياطين والحلاقين، عندنا هاي متنوع اللي قدام، اللي قدام مثل علوات العلوة غير العلوة هناك صير اللي قدام ومختلط، تلقي مثلا قهاوي كانت فيه هواية مطاعم أغلبيتها توفت وانسدت المهن أغلبيتها، بس تحولت أكثر شيء تحولت يعني شيء جاهز على السريع ملابس أحذية ذني هلل الشغلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السوق هذا أنا طبقت السوق من سنة 63 63 كانت القدمات كانت شاي وشكر وجسمة والعربان هذا وسوق يعني عادي أما هو قلت يعني وبدأت هذه راحت الأولية كيها الرحمة الله وظلنا هذا أنا من جملتهم تواليهم هاي الباقي أو هاي صارت أشكال. سوق خير كثير بس الخير الناس ما تشكره، نعم أشكال بس أنا قلت تعبان يعني كان الفلح يعني مش حتى ضعف السوق المشكلة ماله يعني ظلت التهت الغذائية يعني شوية على مدلشن هاي هذا السوق مالنا. الحين السوق هذا سوق قديم، أقدم سوق بالصويرة، يسمونه سوق المثقف. الثقف سقفوه بهاي تشيكو بسنة الستينات، كان بيوت، هو عبارة عن بيوت وبيوت بعدين تحولت إلى سوى محلات، أهله نفس أهل المحلات هم سووها بيوت وسكنوا بيها. أنا بالنسبة لي هنا كنت عندنا بسطيات، والبسطيات شوية شوية الآن تحولنا قعدنا هنا بهاي المحلات هاي. وهذا السوق يعني تعرف قلت لك يعني سوق كلش قديم، عبارة من الستينات أو أقدم من الستينات هذا. وذاك السوق القديم أكثر، لا ذاك المربع الثاني ذاك من الأربعينات وحتى من الخمسينات موجود، من كانت الصغيرة مدينة صغيرة كلش. هذا الباعة كانت أغلبها مقاهي ومطاعم
ايه وهسه لا تحول ويا الملابس من صارت الملابس هسه جاهزه وكلها مشترى يعني تجاري فتحولت اغلبها محلات ملابس هذا. هذا سوق القديم صار له فوق 100 سنة. هذا يسكنوه بيت بهاري الأقدمية والسعوديين وأهل الصويرة القدامى. هذا كان قبل مسقف بعمدة فلشوهن سووا جمالي وسوق النصراني بعد دي قدام حد يشوفون السوق مرتب ذكرياته هواي بيه. كانت قبل تختلف عن هسه. قبل العالم كانت بخير وهسه العالم مو مثل الاول صارت الدنيا تغيرت وقت تغير السوق تغير مو كان مثل الاول هسه غير الشغلات صارت بي والعيشة هل تشوفوها اللي صاير ما شاء الله نحمد الله ونشكر على كل حال. هذا العمل صار بي مو هواي بس انا عملنا هذا سوقنا من زمان عمامي واجدادي وهذا السوق المسقف صار نبي يمكن اقول لك فوق 100 سنه احنا في هاي المنطقه هو السعوديين يسكنونه وبيت بهاري هذا السوق كله وسوق النصراني ذاك السوق النصراني كان يسكنونه يهود سووه هسه يبيعون بيه كانوا قصاصيب هسه غيروا المهنه مالتهم قاموا يصنعون بيه مال باتيكلات وغير باتيكلات وهذا السوق هسه هم تطور هاي شغلت السوق القديم. واهلا وسهلا بكم في قضاء الصويرة محافظة واسط واهلا وسهلا بكم. بالنسبة لسوق الصويرة احنا نعتبره احنا من اقدم يعني من اقدم شو اسمه اهل الولاية احنا فهذا تراثنا فنريد من عندكم توصون ندائنا انه سوق الصويرة صاير فوضى فنريد تنظيم وتعديل. وأنا سبق وأن التقيت بمحافظ الواسط وسولفت له فريد هذا تراثنا وهذا نعتز به احنا نعتبره تراث هذا السوق الصويرة فاللي أرجوه منكم توصلون صوتنا انه لازم يعني بواسطكم تناشدون يعني السلطات العليا انه الجهات المسؤولة انه لازم يشوف شارع السوق الصويرة وما نريد هيج فوضى نريده يطلع برونقه بجماله القديم
اللي 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 من أب وجد إحنا بهذا الصويرة بسوق الصويرة. والله بالنسبة إحنا من أب وجد هنا حتى أمشي صغير ألتقي بمقاهي الصويرة. وأنا صار لي 30 سنة محل إنشائية وما ما غيرته. فأنا أعتز بهذا السوق وأعتز بأهلي وبولايتي. وانا ادري شنو ابو عمو انت قاعد يوتيوب نرحب بكم وبجياتكم. سوق صويرة اللي انا عايش بيه من الثمانينات هو هذا السوق نفسه، كل شيء ما تغير بيه. وسوق يعني سوقنا حلو زين يعني ناسه بيها طيبين وسوق ماشي الحمد لله وشكر. مهنتي قبل كنت اشتغل مع مطابق صويرة، ورا الفترة بطلت المعمل اشتغلت وين ولد صديقي هم كردي شالوا هسه راحوا للسليمانية، فتعلمت من عندهم شوي شوي واخذت المهنة من الثمانين لهسه وبقد مهنتي يعني هنا الحمد لله وشكر. والله أني رجال أول شيء عراقي وثاني شيء كردي، وإنما يعني معزتي بأهل مدينتي ماكو مثله، يعني ما ذكر ما أفكر بأهلي كثر ما أحب الصويرة يعني مدينتي اللي عايش بيها. مدينة حلوة، مدينة ناسها كلها طيبة، من الصغير من الكبير من الشيوخ من الشباب كلهم طيبين والحمد لله وشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بهاي المصلحة تقريبا صار لنا 35 سنة، وهذا السوق هو يعتبر من التراث يعني من التراث القديم. صار فترة بهاي المصلحة ويعني تعتبر أكلة شعبية أو يعتبر المكان هو شعبي من ذاك الوقت لهذا الوقت. يعني شغلها تقريبا بالموسم الشتوي بالبارد، الموسم البارد. الصيف لا يعني تقريبا لين الجو حار شوية ومو ذاك الإقبال اللي عليها، بس احنا لا خير من الله العالم تجينا حتى لو صيف أو شتاء أو فالعالم تجي. يعني والله احنا صار لنا سنين يعني لا خير من الله، احنا ما شيء ما تغير عندنا، فالعالم تجي يعني من ذاك الوقت لهذا الوقت فعادي، فماكو يعني بإشكال انه يقل او ما يقل، لا ماكو. احنا كبتنا مطعم الافراح اللي صار له تقريبا اكثر من 35 سنة وراثة عن اب وجد يعني. الله